يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن النذر مشروع وإنما المكروه منه هو ما كان على سبيل التمنن على الله أو أن يكون النذر سببا لجلب حاجته. هذا كلام بارد ولا أصل له، على خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستأجر به ثم يستخرج به من البخيل، برواية فلا تنذروا، نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول لا، النذر مشروع، والنذر هذا جاهل، ولا ما أدري كيف يقول الكلام هذا. نعم.